من موسم الحمضيات الأكثر من رائع مع زميلنا أحمد أبو حماد. بنرجع لكم إلى استديوهاتنا في يوم جديد في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. وصلنا معكم لفقرة الأشغال اليدوية، واليوم رح نتعرف على فن التطريز. فن التطريز هذا الفن الرائع والراقي واللي بيحتاج لدقة ولصبر عالي كتير. اليوم موجودة معنا مصممة الأزياء والمطرزات سهير كوكش، رح تحدثنا عن مسيرتها في هذا المجال وعن المطرزات اللي بتقوم بتصميمها وتشكيلها. اهلا وسهلا فيك، نورتينا في استديو يوم جديد سهير. يسعد صباحك حبيبتي. كيف صباحك؟ الحمد لله تمام. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. بدايه سهير، حابه اسالك عن بداياتك في مجال المطرزات اليدويه وفي مجال دخولك الى عالم التصميم. حبيبتي يسعد صباحك يا ربي. مجالنا اول شيء في دخول المطرزات، اول شيء هوايه الملابس، انه تحب تكون لابسه قطعه مميزه أو حلوة أنيقة زي هيك، فأنا حبيت إني أدخل هذا المجال. قد كان عمرك؟ تقريبا 20 سنة. دخلنا في مجال 20 سنة. فبلشنا وشوي شوي تطورنا، صرنا نتطور مع الموضة، مع التطريز، مع المطرزات، إنه صرت تواكبي. نواكب هذا الإشي، إنه كل سنة بتحسي في إشي جديد، فإنك لازم تتابعي الموضة، الناس شو بتحب تلبس، شو بدها. تمشي على ذوقك وذوق الناس. لطيف كثير. طيب انا بدي اسالك سؤال، اغلب المطرزات اللي موجوده معنا اليوم هي مطرزات يدويه، وانت بتهتمي بالمطرزات اليدويه، ويمكن هي اجمل على فكره واعرق واحلى. بالضبط. خلينا نحكي شوي عن اللي بيميز المطرزات اليدويه عن غيرها. هلا المطرزات اليدويه هي تراث قديم، يعني حتى وانت لابستيها بتحسي شيء غريب، يعني بيكون لمعتها قيمة كثير كبيرة، لمعتها ايش هي، التراث قديم بتكوني انت عم تلبسي. بالضبط. هلا احنا عندنا مثلا زي هيك، هذا شغل تارة دزدان. زي شغل تارة بنحط عليه مثلا ست الحبايب، بتحط عليه اي اسم حلو كثير تقدر انك تسوي. عندنا هاي الالوان، هذا مو يدوي، هذا شغل تارة يدوي. يدوي اوكي. حلو كثير. حلو، يعني عندنا كثير. نحن انت اليوم جايبيت لنا بعض الاشياء. حلو كثير. من تصميمك اكيد. احرام بيبي برضه طبعا ممكن. هاي هلا موضه لاي مولود جديد. مولود جديد هدايا ان شاء الله، اي حدا يعني اي ست حامل ومقبله ان شاء الله انها تقوم بالسلامه ونعملها اشياء حلوه مميزه. طبعا هذا الاحرام لبنت او ليان. ليان احرام بيبي. حلو كثير. لطيف. حلو الواحد يدخل المطرزات بامور جديده زي هيك. قد ايه بتحسي في عليها طلب هالقطع؟ هلا هاي صارت عليها طلب كثير، لانه بتحسي فعلا الهديه صارت غريبه، بتقدر تحطي اسم البيبي، بتقدر تحطي اي اسم بدك اياه. مثلا زي هيك بنقدر نعمل شماغات او كوفيات برضه، بتقدري تحطي برضه بترزي على الشماغ. بتقدري تحطي رسميه، بتقدر تحطي اسمك، بتقدر ايش ما بدك تحطي. هاي كلها تصاميمك. تصاميمي. طب احكي لي كيف الاليه بتمشي معك، يعني الزبون او بطلب منك التصميم اللي بده اياه او القطع اللي بده اياها، وانت بتحكي للصبايا يعملوها؟ بالضبط. هلا انا بقدر انزل مثلا على السوشيال ميديا او صفحتي. ايش عندك صفحات؟ ابره وخيط. ابره وخيط اسمها. ابره وخيط ام زيد. بنقدر انها تنزل، بيقدروا يطلبوا يتواصلوا معي عن طريق الصفحه، بوصوني مثلا بالاسم اللي بدهم اياه، ايش اللي حابين يعملوا، ايش بدهم، فبنقدر نعملهم ايش ما بدهم. حلو كثير. بالتطريز الفلاحي، بتطريز الكمبيوتر، بالتاره، بشغل الكروشيه برضه. حلو كثير. هذا الشماغ مكتوب عليه نشميه. نشميه. بتحبي تحطي نشميه، بتحبي تحطي اسمك، اسم الشاب. لطيف. لطيفة هاي الأفكار كتير. يعني حتى طاقية البحر برضه بنا فيها إنه زدنا حطينا كلفة. يعني على أي على أي طبيعة قماش أنت بتقدري إنك تدخلي المطرزات. بالضبط. نقدر إنه نزيد كذا. مكتوب عليها اسم صح أو انتصار. انتصار. هاي زبونتي انتصار. هلا العملاء او الزبائن اللي بيطلبوا منك القطع، يمكن في طريقه معينه للتعامل معهم او لاختيار الالوان، لاختيار طبيعه القطع، قد ايه بتتغلبي وكيف طريقه تعاملك معهم بتكون في موضوع تصميم الاتواب او هاي الامور؟ هلا هن مثلا بيجيبوا لي الموديل او بيحكوا لي ايش بدهم، لا اما هن بيختاروا القماش او انه بنزل انا بجيب لهم اياه. حلو. الموديل اللي قطبه، كل قطبه لها اسم، لها شغله. بنتعامل معها حسب ما هي بدها الموديل. في تواب بتكون خفيفه، في تواب انا بعت بعض الصور يحطوا لنا اياها. في تواب بتكون خفيفه مثلا، تواب بتكون ثقيله. هي شغل يدوي طبعا. انا بحب اشكر كل حدا بيشتغل معي وبيساعدني، الست ام علاء، الست ام محمد، الاستاذ محمد، الاستاذ ابراهيم. نوجه لهم كلهم تحيه اكيد. كلهم لهم تحيه اكيد كبيره. اكيد. هلا انه بفضلهم كمان، يعني هم ايدي خفيه انه احنا بنتعاون احنا وياهم. وحلو كثير انك تدعمي الموهوبين بهذا بالزبط. المجال ويكون مصدر دخل لهم، وهذا شيء رائع منك يعني صراحه. برضه ما بزبط
انه انت بتكوني متعاونه انت وعده اشخاص. حلو كثير، خلينا نحكي عن الفئات المستهدفه من خلال اعمالك او مشغولاتك، الصبايا الكبار شوي بالعمر، كيف بتحاولي تهيئي هالقطع بما يتناسب مع الفئات المستهدفه بالنسبه لك؟ هلا في من الصبايا للختايرة يعني في جميع كل الاعمار. بدا هلا احنا التواب الفلاحي مثلا القديمه زي التوب اللي انا لابسته هو عباره عن توب قديم نقدر احنا نرممه او انه نجدده على قماش جديد. في صبايا بنقدر نعملها مثلا زي بلايز، بنطلونات، بشت، اي شيء، فبنقدر نحدث. هلا الختايره او الستات الكبار بنقدر نحكي، بلاش نحكي ختايره، لهم نمط معين بدهم هن يمشوا فيه، ما بتقدر تعطيهم الوان معينه او بالضبط ما بتقدر تعطيهم انت الموديلات الجديده اللي هلا ماشيه معنا مع العصر. اكيد فبنمشي هيك وبنمشي هيك حسب الاجواء. خلينا نشوف القطع اللي موجوده هناك. هلا هي ان شاء الله هذا لبيبي قطعه كامله. حلو، طقم كامل هذا بدي طقم كامل طقية وبدي احلاهم لطيفين عليهم اسماء اسم زيد. حلو، هو طقم كامل. حلو، هلا هاي الامور بتعتمد عاده على الطلب، يعني ما بتعتمد على مخيلتك او على ابدا. طيب. ابدا الشغل بيكون على الطلب لانه حسب ما هن بدهم اسم او حسب ما بدهم كلمه حسب ما بدهم موديل. فيما يتعلق بالاثواب، ايش الموديلات الدارجه في الفتره الحاليه؟ هلا بالفتره الحاليه كثير انه صاروا نحدث بالتوب، بنقدر نعمل زي عباي، بنطلون، بلوزه، نزيد عليه ستراس، نزيد عليه شك. كيف تختاري الالوان؟ انا بحب اختار الالوان بس انا دائما بيحكوا لي صعب شوي صح لانه بيكون زي هيك شيء مجهول وراح يصير حقيقي بدك تتعبي بالالوان، بس انا بحب دائما احط لون مثلا انه يكون شاذ عن الالوان، بتحسيه بعطيه جماليه للثوب. صح 100%، بعطيه جماليه، بعطيه حركه هيك بلفت النظر. حلو كثير. طيب في عندك عدد كثير كبير خلينا نحكي من المشاركات في بعض البازارات والمعارض، خلينا نحكي عن اخر مشاركاتك سهير. اخر مشاركاتي عملت انا واختي هبه، طبعا بوجه لها تحيه، هي المفروض انها تكون معي اليوم بس عندها ظروف. مشاركاتنا كانت بطاوله ببازار بفندق، فانه عملنا زي هيك شيء والحمد لله كانت المبيعات كثير جيده والحمد لله في اقبال جديد وحلو لانه الشغل كله يدوي يعني مش انه شغل واشياء تجارية. جديده يعني واشياء جديدة. مش تقليديه طبعا زي عندنا العرايس كمان كثير بحبوا والخاطبين يوصوا اشياء مثل هيك اسمها اسم خطيبها او اشياء زي هيك. ميداليات برضه شغل كروشيه. حلو اشتغلنا. كمان بتشتغلي كروشيه طبعا لطيف. كروشيه حلو. بتحبي الكروشيه؟ حلو حلو كثير، بتحسي فيه متعه، بتقدر تعملي، بحب انه بتقدر تعملي من قطعه او انه ولا شيء بتطلعي منها شيء. طبعا بتطلع منها شيء هيك. ايش هاي القطعه؟ هذا باكيت فاين. اوكي حلو برضه على مخمل. حلو كثير. بالزان برضه فلاحي. هذا الفرق، هذا مثلا شغل كمبيوتر. هون عندنا شغل كمبيوتر، هون عندنا مفرش هذا مفرش طاوله. شغل يدوي، فشوفي شاهد كيف انه الفرق بيكون بالقطبه. حلو كثير. بين اليدوي وبين الكمبيوتر. ابداع سهير، يعني صراحه بتمنى لك اكيد كل التوفيق بالشغل بهذا اشتغلنا. حلو كثير بتمنى لك اكيد كل التوفيق سهير بهذا المجال، يعطيك الف عافيه. وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم في استديو يوم جديد. شكرا. تسلمي شهد. مشاهدينا الاعزاء وصلنا معكم لختام فقره الاشغال اليدويه، بنواصل معكم حلقتنا لليوم، ابقوا معنا.